بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ولكن في ثوبه الجديد. النهاردة بنطرح فكرة جديدة في هذه الأيام المباركة وفي دخول عشر ذي الحجة، وهي خير أيام فيها العمل الصالح يضاعف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بداية هذا الشهر أيضا، شهر يونيو، كانت تلك المناسبة العظيمة التي تحتفل بها مصر كلها، وهي ذكرى دخول السيدة العذراء مريم والمسيح عليه السلام إلى أرض مصر. هذه الأيام طرحت علينا فكرة جديدة في هذا البرنامج، وهي آية في بلادي، آية في بلادي. ننظر إلى الآيات العظيمة من وحي ربنا جل وعلا، وننظر إلى مواضعها في بلدنا العظيمة مصر لكي ندرك منها العظة والعبرة. النهاردة هبدأ معاك أولى الحلقات بآية قول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. الله سبحانه وتعالى يذكر أن الإنسان كثير الكفران. طبعا مستحيل تتخيل أن ممكن تكون الآية الدينية هي سبب لكفر كثير من الناس، ولكن تعال ننظر كيف تحولت الآيات اللي المفروض أن هي تكون دليل رحمة وهدى إلى سبب للتشكيك في الدين والإلحاد بوجه عام. طبعا احنا هنزور النهاردة مكانين من الأماكن العظيمة في مصر. المكان الأول وهو متحف الحضارة القومي في الفسطاط، والمكان الثاني هو معبد من أعظم معابد الأثرية في مصر والذي يأتيه السائحون من جميع دول العالم، هو معبد دندرة. قبل ما نبدأ حلقتنا أحب أذكر بأن متحف الحضارة هو من أعظم المتاحف النوعية في مصر. المتحف فكرته قائمة إن كل قطعة معروضة لها حكاية ولها قصة. بمجرد ما بندخل من باب متحف الحضارة في الفسطاط بتقابلنا في صالة العرض الرئيسية، وعلى إيدنا اليمين أول المعروضات، وهي المعروضات اللي بتخص العصر الحجري. وقبل ما أتكلم عن معروضات العصر الحجري لابد إن إحنا نفصل بين أمرين، بين الفكر البشري في التطور الإنساني على وجه الأرض وبين الفكر الديني. الأديان جميعا منبعها الوحي، والوحي عندنا كمؤمنين مصدره هو الخالق وهو صاحب المعرفة الصحيحة التي لا تقبل الخطأ. أما الفكر البشري فهي مجرد أفكار ومجرد نظريات قد تصدق وقد تكون غير صحيحة. هنا بيعرضوا في الجزء الأول الأدوات الحجرية التي استخدمها الإنسان في عصر سحيق. كان بيستخدم كل أدواته من الحجارة زي الأدوات اللي احنا شايفينها أمامنا معروضة الآن. وهنا بنجد هيكل عظمي لإنسان تم تحليله، تم اكتشاف أن عمر الهيكل العظمي ده أكتر من 35,000 سنة، وهو أقدم هيكل عظمي لإنسان بشري على وجه الكرة الأرضية، وهو اللي اكتشفوه في صعيد مصر في نزلة خاطر. وهذا الاكتشاف لهذا الإنسان يثبت أن عمر الإنسان على الأرض أكثر مما نعلم. كلنا عارفين واشتهر بنا أن الحضارة المصرية أو أن إحنا المصريين أبناء حضارة 7,000 سنة، وأن الحضارة الفرعونية عمرها 6,000 سنة وأكثر من 6,000 سنة. لذلك اكتشاف هذا الإنسان هينسف النظرية دي تماما. دي نظرية من نظريات البشر وفكرة من أفكار العلماء، ولكن ليست مقدسة وليست نهاية المطاف. طبعا لو قلنا أن الحضارة المصرية عمرها أقدم من 6,000 سنة، البعض هيطلب دليل. الدليل هو الهيكل العظمي اللي احنا وجدناه هنا. أيضا لابد يكون التطور الرهيب اللي موجود عند الفراعنة كان بتسبقه علوم ومعارف لأشخاص آخرين، لأن دي كانت قمة الحضارة وقمة المنجزات الحضارية. زي ما هنعرض بعد ذلك إزاي الفراعنة كانوا بيحسبوا الوقت بالنهار عن طريق الظل، وإزاي عملوا ساعة مائية تحسب الوقت بالليل بكل دقة. طبعا ده مش مجاله، ولكن أترك هنا في أعلى الشاشة الرابط اللي بيدل على ذلك وفي شرح باستفاضة. اكتشاف الهيكل العظمي لإنسان نزلة خاطر بيثبت أن عمر الإنسان أكتر من 35,000 سنة على كوكب الأرض. طبعا ده بينسف من الأساس النظرية اللي سبق وتكلمنا عنها، وكان حوارنا في لقاء سابق عن المهد المنتظر وعن علامات القيامة، وبعض الناس اللي بيحاولوا يخلطوا النصوص الدينية
بواقع سياسي أو بيحاولوا يستبقوا الأحداث عشان يروجوا لأفكار سياسية. طبعا خلط الدين بالسياسة وخلط الدين بالعلم وصناعة مزيج لا يمت لا لهذا ولا لذاك نوع من الخطأ الفاحش والخطأ الفادح، وده الرابط بتاع اللقاء المباشر. ولكن أنا هكتزئ من هذا اللقاء هذا المقطع اللي بيتحدث عن إزاي اتزرعت فكرة إن عمر الإنسان على الأرض هو 6000 سنة. نسمع المقطع سويا ونعود إليكم مرة أخرى. رجل الدين الأسقف الأيرلندي أشر أراد أنه يربط شخصيات العهد القديم في الكتاب المقدس بالتاريخ، وحب أنه هو يوجد علاقة تاريخية بين الشخصيات المذكورة بدءا بآدم عليه السلام والسيدة حواء ومرورا بالأنبياء جميعا حتى المسيح عليه السلام. فالرجل قام بتحديد عمر البشرية من خلال سلاسل النسب الموجودة في العهد القديم، وعلى هذا الأساس قال إن البشرية عمرها 4004 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام. ولكن العمل ده بحسن نية من الأسقف الأيرلندي ما كانش يعرف وما كانش مدرك إنه هيخلق مشكلة رهيبة للكتاب المقدس وللمؤمنين بالكتاب المقدس. الرجل أراد إن هو يدرس النصوص ووفق نظرة معينة يقدر يستنبط التواريخ بين فلان وفلان كذا سنة وبين فلان وفلان كذا سنة، بالتالي يقدر يحدد الأعمار ويقدر يحدد إمتى كانت البداية. هقول لكم إزاي العمل اللي ظاهره عمل بسيط أدى لخلق مشكلة رهيبة للكتاب المقدس والمؤمنين بالكتاب المقدس. والكلام دايما هيكون موثق وهيكون له مصادر معتبرة يعتمد عليه. في سنة 1798 جاء نابليون بونابرت إلى مصر غازيا بجيش قوامه 40,000 جندي. ده أمر معروف في كتب التاريخ. الحقيقة إن نابليون بونابرت ما كانش جاي مصر علشان يعني نزهة أو جاي لاستكشاف مصر، لا، هو كان جاي من أجل الاستقرار. ولذلك الراجل جاي وجايب المصانع وجايب العلماء وجايب المعدات وجايب المطابع وجايب كل شيء معاه على أساس إن هو هيقيم وهيصنع إمبراطورية لفرنسا في مصر. طبعا كعادة الاحتلال في كل مكان، حينما تكون عقدة النقص وشعوره بأن الشعب اللي ذهب لاستعماره أكثر منه حضارة وتفوق، يقوم بنقل الآثار من بلاد احتلها لكي يحتفظ بها. طبعا الأمر ده تكرر في مصر في أكثر من أثر مع الحملة الفرنسية، وتكرر في بلاد عربية أخرى زي ما حصل في العراق وزي ما حصل في غيره. طبعا من ضمن من استحبهم نابليون معاه في حملته على مصر كانوا العلماء، ومن ضمن العلماء شخصية رجل سوف يعود بعد انتهاء الحملة مهزومة من مصر لكي يتولى منصب مدير متحف اللوفر في باريس. الرجل يسمى فيفان دينون. فيفان دينون كان رسام وكان راجل من العلماء. الرجل ده استطاع انه يتجول في مصر وانه يرسم لوحات يوصف بيها مشاهداته في مصر. فيفان دينون لما رسم الاثار الموجودة في معبد الكرنك وفي الاقصر وفي الوجه الابلي بوجه عام، ورسم اللوحات بتاعته اللي بتنم عن الحضارة المصرية وعن أبو الهول وعن الأهرام، الرسومات اللي رسمها دينون أحدثت صدمة في أوروبا. ليه أحدثت صدمة في أوروبا؟ لأن الأوروبيين فرنسيين وإنجليز وألمان كانوا بيتنازعوا بيتباهوا إن هم ورثة الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية، ولكنهم اتصدموا لما اكتشفوا إن في حضارة أعظم من الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وكانت سابقة عليهم، وهي الحضارة المصرية القديمة أو الحضارة الفرعونية. ولذلك رسومات دينون أحدثت صدمة رهيبة في أوروبا. الرجل وهو بيتجول اتجه إلى معبد دندرة في قنا. المسافة بتزيد على 360 ميل. لما وصل لمعبد دندرة في جنوب مصر كان متخيل ان هو وجد اثر من الاثار العظيمة المبهرة اللي من الصعب ان هو يعني يجد مثلها في انجلترا او في المانيا او في فرنسا. ولكن الحقيقة ان معبد دندرة كان فيه
كارثة بتنتظر دينون وبتنتظر الأوروبيين جميعا. لما وصل دينون للمعبد استطاع أن هو يصعد إلى الدور الثاني في المعبد، حجرة صغيرة، وفي سقف هذه الحجرة وجد رسمة عبارة عن مجموعة من الحيوانات تمثل النجوم والمجرة والأجرام السماوية. من خلال الرسمة دي أراد رسمها أنه هو يعبر عن الزمن اللي هو كان عايش فيه. ديمون قام بنسخ الرسمة، والحق أن الراجل كان رسام بارع، لأن لوحات اللي رسمها وتركها في كتابه وصف مصر لوحات بديعة تنم عن دقة متناهية في نسخ الأشياء في وقت ما كانش فيه لا تصوير فوتوغرافي ولا كان فيه بالفيديو أو ما شابه. الراجل كان بيرسم بإيده وبيعمل نسخ من الرسومات. لما رسم الرسمة وأرسلها إلى فرنسا أحدث دوي رهيب في فرنسا. اضطر دينون بعد كده أنه ينسف اللوحة الجدارية اللي موجودة في السقف بالديناميت قطعة قطعة ويحملها إلى فرنسا، وتبقى اللوحة الجدارية للسقف قابعة حتى الآن في متحف اللوفر في باريس. الرسمة أحدثت جدل في فرنسا، جدل ديني رهيب. أشر لما استنتجه من خلال سلاسل النسب حدد أن تاريخ البشرية 4004 سنة قبل الميلاد، ولكن الرسمة اللي نقلها دينون للمتحف قدرها العلماء علماء الفلك بأن عمرها 15,000 سنة قبل الميلاد. ده معناه إن الناس اللي نحتوها واللي رسموها كانوا موجودين قبل 15,000 سنة، وده معناه نسف تام لنظرية عمر الإنسان على الأرض في الكتاب المقدس. طبعاً قام جدل ديني رهيب خاصة بين المؤمنين وبين الملحدين وغير المؤمنين في أوروبا. استمر الجدل الديني ما يقرب من 20 سنة. طبعاً بعد ما سمعنا المقطع السابق تبين لينا إن فكرة رجل الدين أو فكرة الإنسان اللي بيفسر النصوص الدينية لما بيربطه بمعارف عصره بيؤدي في النهاية إلى كارثة كبيرة لهذا النص الديني، زي ما حصل مع الأسقف أشر لما حدد عمر الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام وصنع سلاسل من النسب وحدد الفترات الزمنية بين هؤلاء الأشخاص. استنتج الاستنتاج اللي بيقول أن عمر الإنسان من يوم ما ربنا خلق آدم حتى الآن على ظهر الأرض هو 4004 سنة قبل الميلاد. طبعا وجود إنسان زي الهيكل العظمي اللي احنا عرضناه من متحف الحضارة هينفي هذه النظرية ويبطلها تماما، وده يقود إلى موجة من الإلحاد والتشكيك في النص الديني. طبعا منبع الخطأ والخطر نشأ من ربط معارف الإنسان اللي هي تعتبر محدودة وتعتبر محصورة في الزمان والمكان اللي الإنسان بيعيش فيه بنص ديني مطلق، والنص الديني هنا تم تحديده وتحجيمه في إطار المعرفة البشرية. ثم بعد ذلك أتى من ادعى أن هذا التفسير لهذا النص هو النص بذاته وأن هذا هو الدين، وخلط بينهما مما يقود إلى الإلحاد. طبعا هنترك إنسان نزلة خاطر، وهنترك النقش اللي موجود في سقف معبد دندرة واللي بيثبت أن ناقشي هذا السقف كانوا بيعيشوا من أكتر من 15,000 سنة. طبعا الفكرة بتاعت معبد دندرة والنقش اللي موجود في سقف المعبد واللي بيثبت أن ناقشي كانوا بيعيشوا من أكتر من 15,000 سنة بيؤكد الفكرة اللي سبق وعرضتها، وهي فكرة صحيحة تقبل الخطأ، وهي أن المصريين القدماء كان بيسبقهم آخرين وكان عندهم تطور علمي، وأن المصريين القدماء ورثوا معارف وعلوم الآخرين، لأن يا جماعة العلم والمعرفة تراكمي. طبعا أنا لا يعنيني في المقام الأول إن كان فعلا النقش اللي عمره 15,000 سنة أو الهيكل العظمي اللي عمره 35,000 سنة، ولكن بتعنيني في المقام الأول الفكرة وهي ربط تفسير النص الديني بعلوم ومعارف الشخص المفسر، واعتبار أن التفسير هو النص الديني، وهذا هو مكمن الخطأ والخطر. حتى
حتى الآن في الصف الثاني الإعدادي بتفسر الآية الكريمة يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي بتفسير الإمام البيضاوي. والإمام البيضاوي واحد من العلماء العظام مر عليه أكثر من 600 سنة. الإمام البيضاوي بيفسر الآية في ضوء معارف عصره، فبيقول إن ربنا بيخرج البيضة من الفرخة وبيخرج البذور من الشجر، وإن الإنسان بيزرع البذور فبترجع تنمو الأشجار من البذور باعتبار إن البيضة واعتبار إن البذرة هي كائن ميت. وده طبعا النهاردة تفسير مرفوض. ليه؟ لأن دي كائنات حية، البذور بتتنفس، علشان كده بيعملوا عملية التبخير قبل التصدير علشان ما تنبتش على السفن زي ما بيعملوا في القمح. وكذلك البيضة إذا كانت مخصبة فهي كائن حي وهي تتنفس. ولكن لما نيجي الآية زي دي النهاردة ولا تزال تدرس في الكتب الدراسية للطلاب بهذا التفكير، تدريس هذه النصوص بهذه التفسيرات القديمة ما هو إلا زرع للإلحاد في عقول الناشئة. طبعا آية زي دي بنطلب من العلماء يفسروها، وكان من المذهل إن ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل جائحة كورونا وجدنا إن العلماء بيقولوا إن جميع الميكروبات وجميع الأوبئة والآفات خلقت وهي كائنات ميتة، ولكنها موجودة على سطح الكرة الأرضية تنتظر الوقت الذي تطلق فيه. صحيح لما نقول يخرج الحي من الميت كما أخرج آدم من الصلصال، تحول الصلصال إلى كائن حي، ولكن الآية تقول يخرج، ويخرج تفيد الاستمرار. لا أقول بأن ذلك الفيروس الذي كان موجود في كهف أو في مغارة منذ ملايين السنين منذ أن خلق الله الأرض، وحينما دخل إلى جلد الخفاش أو الوطواط تحول عن طريق الالتصاق بهذا الجلد وتشرب جسم الوطواط له واختلاطه بدمه إلى كائن حي، ثم صار في دم الوطواط وانتقل من الوطواط إلى البشر وأصبح هذا الفيروس الخطير الذي قضى على كثير من الناس. لا أقول أن هذا هو التفسير الأوحد ولا هو التفسير السليم، ولكن يجدر بنا أن نعيد التفكير. مصر عظيمة مليئة بالآثار، والفائدة العظمى للآثار هي أن نتدبر فيها ونتأملها لكي نتعلم منها، ندرك عظمة الآباء والأجداد وندرك ما نحن مقبلون عليه وكيف نتعامل معه. دامت مصرنا بعزها ومجدها وأبنائها كريمة سخية معطاءة. تذكروا قول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، ذلك الكائن الذي عاش على سطح الأرض منذ أكثر من 35 ألف سنة وحتى الآن، ولكن أكثر الناس كفار. قتل الإنسان ما أكفره. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلام والإسلام، أدم مصر بعزها وبمجدها. دمتم بخير وعلى خير، نلتقي ولقاء متجدد.